كان الإمام الجواد عليه السلام يقنت بهذا الدعاء: اللهم منائحك متتابعة وأياديك متوالية ونعمك سابغة وشكرنا قصير وحمدنا يسير وأنت بالتعطف على من اعترف جدير. اللهم وقد غص أهل الحق بالريق وارتبك أهل الصدق في المضيق، وأنت اللهم بعبادك وذوي الرغبة إليك شفيق، وبإجابة دعائهم وتعجيل الفرج عنهم حقيق. اللهم فصلي على محمد وآل محمد، وبادرنا منك بالعون الذي لا خذلان بعده، والنصر الذي لا باطل يتكأده، وأتح لنا من لدنك متاحا فياحا يأمن فيه وليك ويخيب فيه عدوك ويقام فيه معالمك ويظهر فيه أوامرك وتنكف فيه عوادي عداتك. اللهم بادرنا منك بدار الرحمة، وبادر أعداءك من بأسك بدار النقمة. اللهم أعنا وأغثنا وارفع نقمتك عنا وأحلها بالقوم الضالين.